نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ندوة نقاشية تحت عنوان ثورة 30 يونيو ذكرى صمود الشعب أمام إرهاب الإخوان. دارت الندوة حول الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو التي استردت الوطن من تنظيم إرهابي تمكن من اختطاف الوطن وإرهاب مواطنيه وممارسة جرائمه المعهودة ضد الشعب بمختلف فئاته. وناقشت الندوة أسباب اندلاع ثورة 30 يونيو ومحاولات أخوانة مؤسسات الدولة، كما تطرقت المناقشات إلى دور المثقفين في الثورة وكذلك دور حملة التمرد في الحشد للثورة ودور القوات المسلحة في تأييد الثورة ومطالب الشعب المصري. يعني هي المسألة كانت ثورة هوية، ويا جماعة الهوية دائما بتعتمد على تشكيل الوعي، ولذلك كان همهم الأول هو محاربة الثقافة ومحاربة الفن، وهم كانوا شغالين الحقيقة علشان يغيروا هوية المجتمع، شغالين على دولة موازية، دولة بتاعتهم هم، دولة جماعة الإخوان أو دولة خلافة الإخوان بفقه الإخوان وفكر الإخوان وليس الفكر الإسلامي حتى المعتدل